اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. طبعا يا جماعه زي ما اتفقت معاكم ان انا النهارده هجاوب على الاسئله بتاعه الكيو اند اي. تعالوا نشوف الاسئله. اول سؤال عندنا هو بتشتغل ايه غير اليوتيوب؟ بشتغل الصبح في الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس اللي هي الاس سي زون. مواصفات جهازك ايه؟ هو انا السؤال ده جاوبت عليه قبل كده كتير بس عادي يعني ممكن نجاوب عليه تاني. المواصفات اهي يا جماعه: كور اي 7 4790 كي، 32 جيجا رام، جيس كير ريبجو 6 دي رام 3، البورده جيجا بايت زد 87 اكس او سي فورس، الشاشه بنك اكس ال 27 3 دي، الكارت 1080 تي اي اللي هو جيجا بايت 1080 تي اي اكستريم، هو الكارت 11 جيجا بس هو البرنامج بيكتبه غلط يعني 3 جيجا، وفي عندي هاردات بالهبل اهو زي ما انتم شايفين، وفي عندي هارد اصغر هارد عندي في الجهاز هو الاس اس دي سامسونج 850 ايفو 1 تيرا، واكبر هارد عندي هو الهارد الريد اللي هو 10 تيرا. هل ممكن تغير اسم القناة في يوم من الايام؟ بصراحة انا حابب قوي الاسم بس حتى ان اغيره في يوم من الايام مش عارف هل ممكن ولا لا، بس بصراحة انا الاسم عجبني قوي. ليه؟ لان هو الاسم ده يا جماعة اول حاجة انا كنت عايز احط اسم ما يكونش حد حطه قبل كده، في نفس الوقت يكون اسم عام، في نفس الوقت يكون اسم عربي سهل، مش بالانجليزي، ما حبيتش احط اسم القناة بالانجليزي، فجا في بالي الاسم دوت. اول حاجه الاسم ده لما جيت ابحث عن قنوات على اليوتيوب، الاسم ده مفيش قبل ما اعمل الاسم ده فاخترته. غير كده الاسم سهل، تفجير وتدمير سهل جدا ان اي حد يحفظه، مفيش بقى مش وبعدين ما حبيتش اربط نفسي بالجيم. اسم تفجير وتدمير ده اسم عام، يعني انا في يوم من الايام لو حبيت احط اي حاجه غير جيمنج عادي اقدر احط، الاسم ملوش اي علاقه بالجيمنج خالص. حتى القناه التانيه فادي عضلات ملهاش اي علاقه بال، كلمه عضلات مش معناها ان هي قناه رياضيه، مش شرط، انا ممكن اكون بوصف نفسي ان انا عندي عضلات لكن ممكن احطها على القناه كوميديا عادي. اهم حاجه ان انت تختار اسم عام ما يكونش حد اختاره قبل كده. ممكن تعمل جيف اواي لما توصل لكام مشترك؟ هو بصراحه انا مش عارف ممكن اعمل جيف اواي في يوم من الايام ولا لا، بس لاني خدوا بالكم كمان الجيف اواي بيجيب مشتركين وهميين، يعني انا مثلا ناس كتير قوي بتكرهني، فلما اعمل جيف اواي كل اللي بيكرهوني دول هيقوموا مشاركين في الجيف اواي ويتفرجوا على الفيديو بتاع الجيف اواي عشان يعرفوا الشروط، وبعد كده واحد يكسب وفكك، ما حدش من الناس اللي كانوا اشتركوا عشان الجيف اواي دول هيتفرج على فيديوهاتي. مش عارف، مش مقتنع بموضوع الجيف اواي حاليا يعني على الاقل. انا شغال ايدي قلتها، هتعمل تجارب بالسلاح اللي معاك ولا لا؟ والله هو المشكلة بس اني مفيش مكان ان اجرب فيه لان صوته عالي فمش هينفع في البيت يعني. ليه ما اتجوزتش لسه؟ ما جاش الوقت المناسب، اصل الموضوع ده يعني الموضوع ده عايز تخطيط كويس، الموضوع ده مش اي حاجة، اصل ده الجواز ده يا جماعة يعني ارتباط الحياة كلها كلها، يعني لو انت اسأت الاختيار حياتك بالكامل تضيع، حياتك بالكامل، الجملة واضحة، حياتك بالكامل تضيع لو اسأت الاختيار، فالموضوع مش اللي هو بسهولة يعني، لازم تخطيط جامد، خاصة ان احنا كمسيحيين هي مرة واحدة بس. ناوي تلعب رينبو 6؟ بصراحة مش عجباني، مش عجباني فكرة اني اقعد ابني، اقعد احط حاجات اسلاك معدنية اسلاك شائكة ومش عارف، واحط حديد كده على الابواب عشان الناس ما تقدرش تخش، الاعداء، مش عجباني الفكرة دي، انا مش بحب كده، فمش عجباني نلعب لعبة اونلاين بالشكل ده. هتلعب مع يوتيوبر مشهورين زي صابريتوس؟ واتمنى ترد وتقول اسم زياد. بص يا زياد، انا نفسي طبعا العب مع يوتيوبرز مشهورين بس بالذات اس تيوب جيمنج، اس تيوب جيمنج هو اكتر حد انا نفسي العب معاه، وعلى فكره الموضوع مش صعب يعني، انا ضايف اس تيوب جيمنج على ستيم، وفي واحد صاحبي اسمه عبد الرحمن زيتون ضايف برضو اس تيوب جيمنج ولعب معاه كمان من كام يوم كده، بس بيقول لي ان هو بيفتح بالليل متاخر لعبه جتا يعني مثلا على 2 3 الفجر، فهو ده المشكله اللي مخلياني مش عارف العب معاه لغايه دلوقتي، هي المواعيد ديت يعني، بس هحاول اظبط نفسي على قد ما اقدر. جرب تلعب كونكر. طبعا يا جماعه في كومنتات حلوه يعني وكده ونصايح، بس انا مش ههتم ان اقراها دلوقتي لان دي مش اسئله، انا عايز نشوف الاسئله بس. بتشتغل ايه جنب اليوتيوب؟ دي قلناها. بتقبض كم الشغل ده؟ هو الحمد لله مرتبات كويسه بس محرج السؤال ده، مش هقدر
مش هقدر اقول بالظبط يعني. سرعة النت عندك كام؟ انا عندي خطين ميجا بلس، كل واحد 16 ميجا، يعني الاجمالي 32 ميجا. امتى بدأ حبك وعلاقتك بالبي سي؟ الكلام ده من زمان، من زمان قوي وانا بحب البي سي، بس بدأ يعني، بصوا يا جماعة، بدأت أهتم بيه أكتر من 2015 يعتبر. يعني قبل كده كنت بحب أجيب حاجات عالية للأجهزة بتاعتي وكده، وفيجا عالية، بس كنت ما عنديش خبرة وقتها، وكان يعني عندنا في بورسعيد أقصى حاجة محلات ما بيبقاش عندها الحاجات التقيلة العالية يعني. يعني أنا في يوم من الأيام أعلى كارت في بورسعيد شفته لما سألت كان الجي تي 240، وكان ساعتها في كروت أعلى من كده بكتير، لكن ما كنتش أعرف، فقمت شاري جهاز وجمعته بالجي تي 240، وكنت معتقد إن هو ده أعلى حاجة وقتها. بعد كده بقى لما عرفت موقع ايجي برايسز والكلام ده، عرفت ان في حاجات اعلى مني بكتير، بدات بقى اجيب الحاجات الكويسه. لكن حبي بالبي سي ده من زمان من زمان من زمان، انا كنت حتى من ايام هاف لايف 1 وانا كنت بحب قوي والعبها، وحضرت الكوماندوس. هو في حته هنا يعني انت كاتبها بره الاسئله، بس انا هعتبره سؤال برضو، اللي هو ايه، انت كاتب ايه؟ يوتيوب هل لو واظبت وحسنت من محتوى قناتي هيفرق ولا مش لازمه؟ لازم تواظب. انا عايز اقول لك لازم تواظب اهم من جوده الفيديوهات دلوقتي، لان للاسف اليوتيوب النظام اختلف كتير يا جماعه. اليوتيوب زمان كانت الاشعارات بتوصل لاغلبيه الناس والكلام ده، فاللي هو الموضوع كان يستاهل ان انت تقعد تتعب وتعمل فيديو حلو عشان يجيب لك مشاهدات كتير وكده. بس دلوقتي للاسف اللي هو ايه، لو انت ما اهتمتش بقناتك، يعني لو انت قعدت مثلا اسبوعين تعمل في فيديو حلو، ممكن في الاخر تنشره تلاقي مفيش مشاهدات عدلة، حتى لو قناتك كبيرة. لازم جنبها على الاقل، ماشي، حتى لو انت بتحب تعمل فيديوهات قوية ومونتاجها حلو، على الاقل خلال باقي الاسبوع اعمل اي فيديوهات عادية. يعني لازم، ما عادش ينفع يعني. انا جربت يا جماعة، انا جربت ان انا كنت قعدت التزم 3 شهور متواصلين اعمل 3 فيديوهات كل يوم، وبعد كده قلت ابدا بقى اعمل حاجه كويسه بقى، اللي هو ممكن اقعد لي اسبوع في الفيديو، او في الفيديو في الاسبوع فيديوهين، لقيت القناه خسف فيها الارض، هبطت في الارض خالص. فقلت لا، مش هينفع، انا اعمل ايه؟ انا ماشي اوكي، ممكن اعمل فيديو في الاسبوع يكون جتا متمنتجه بقى حاجه حلوه، او اي لعبه معاها وعامل منتج حلو، وجنب وخلال الاسبوع بقى اي العاب العبها احط الفيديوهات بتاعتها من غير مونتاج، اللي هو اسند القناه عشان ما افصلش عن الناس. فنصحت لك لازم تواظب، اهم حاجه انك تواظب. انت منين؟ من مصر، بورسعيد. رقم تليفوني 010-938-9514، بس ما بفتحش الموبايل الا الصبح بس. فتحي بيقول لي مساحة الألعاب الأوفر ميديم قد إيه والتوب والكلام دوت. هو هقول لك حاجة يا فتحي، هو الصراحة أنا يعني بطلت بيع الألعاب، بس في واحد اسمه محمود كسبر من بورسعيد، أصل هو بيسألني السؤال ده عشان هو كان قال لي قبل كده إنه عايز يشتري من الألعاب دي يعني وكده. فهو عامة في واحد اسمه محمود كاسبر من بورسعيد أخد الألعاب اللي عندي كلها زي ما هي كده، فأنت تقدر تشتري منه الألعاب دي. هو بيبيع حاليا، ونفس الأسعار برضه، 150 جاب 15، ف يعني اتعامل معاه وخدهم منه، وهو شخصية كويسة يعني. يعني انا مش عارف ده سؤال ولا يعني، ده يا جماعه اللي يسال سؤال يحط في الاخر علامه استفهام عشان انا ما بقاش عارف ده طلب ولا سؤال. يعني ممكن اعمل فقره ذكريات والعب مودرن وورفير 3، انا مش عارف ده سؤال ولا لا، يعني ده مش سؤال. انا من المغرب. شو اسمك؟ كم عمرك؟ اسمي فادي عدلي، عندي 34 سنه. هتلعب رينبو 6 ولا لا؟ ده انا جاوبت عليه. هتعمل جيف اوي ولا لا؟ ده جاوبت عليه. تجارب؟ جاوبت عليه. تجميعه ب 12 كي. هو يعني صعب السؤال ده يتجاوب دلوقتي، اصل التجميع دي يعني حاجه هتاخد وقت شويه وكده، اصل الكيو اند ايه ببقى عايز اسئله سريعه، الحاجات دي بتاخد وقت. بس انا ممكن اعمل حاجه حلوه قوي، انا ممكن ابقى اعمل ماشي الموضوع ده في فيديو مخصوص لوحده، مثلا اللي عايز تجميعات او كده انا اساعده في اختيار الحاجات دي او كده، بس ده يبقى فيديو لوحده. اكتر لعبه بحبها اوفلاين كاوفلاين فار كراي 4، كاونلاين جاتا في. شكرا يا جماعه لكل الكلام الحلو اللي انتوا كاتبينه، ونخش بقى على الاسئله. لو اديتك الفلوس اللي هتاخدها من اليوتيوب كل شهر تبطل تعمل فيديوهات تاني؟ لا. ليه؟ لان انا ارتبطت باليوتيوب، حبيته يعني، حابب فكره ان انا اشارك الناس واعمل فيديوهات. وانت عارف ان من زمان يا جماعه الناس اللي كانت معصرانه ايام السكرين شوتس ده حب مشاركه، قبل ما يكون فلوس هو حب مشاركه. انا حابب العب اللعبه واشاركها مع الناس. كنت قبل كده يا جماعه وانا بلعب الجيم بلاي ابقى بلعب اللعبه مثلا، وانا بلعب
اقعد اصور 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 ماشي، خلصت مثلا مرحله اقوم اقفل اللعبه واقوم حاطط الصور بتاعت المرحله دي واكمل اللعب. يعني كنت قبل كده من كتر حبي في المشاركه مش بستنى ان اخلص اللعبه خلاص واشير لكم الصور، لا ده اثناء وانا بلعب اقفل اللعبه واحط الصور على الفيس واقوم مكمل لعب تاني. فلا الموضوع مش موضوع فلوس. لو حد قال لك امس تمسح جي تي ايه نهائيا، لا طبعا عمري ما اقدر امسح حد، بحبها قوي اللي هي بتعملش جيف اوي. انا قلت السبب كام سنه دي خلاص، منين اشتريت المسدس؟ الشركه الدوليه، الشركة الدولية لأدوات الصيد. ممكن تلعب فورتنايت؟ لا مش حاببها. ليه؟ بتلبس القناع يعني ستايل حلو كده أكشن يعني، لأن القناع دوت أنا مختاره اللي هو الجمجمة دي شبه اللي كانوا بيلبسوها الجنود بتوع كول اوف ديوتي جوستس، فحلو يعني. انت مش ناوي تلعب ماينكرافت؟ مش بطيء اللعبة دي خالص، مهما جابت مشاهدات مش بطيء، مش بقدر. ليه مش تعمل فيديوهات تحدي مع اصحابك او يوتيوبرز تعرفهم؟ اه يعني ممكن ابقى اعمل حاجات زي كده بس شوية يعني لما اخد على الالعاب والقناة تكبر وكده ابقى اعمل. بس انت تقصد تحدي يعني ايه؟ تحدي في الالعاب يعني ولا تحدي يعني ايه؟ انا مش فاهم. هتلعب العاب اوفلاين امتى؟ لا قريب ان شاء الله، واكتر لعبة انا مستنيها وعايز اقول لكم ان دي هتبقى اهم لعبة في قناتي ان شاء الله هي فار كراي 5. ليه ما اجيبش بي اس 4؟ السؤال ده جاوبت عليه كتير قبل كده، لان البي اس 4 جهاز العاب بس وانا ما بحبش الجهاز اللي يبقى العاب بس، انا بحب الكمبيوتر بيعمل كل حاجة. بي اس 4 العاب غاليه ما اقدرش اشتريها يعني، ما اقدر يعني كل لعبه لازم اشتريها، ما فيش حاجه اسمها لعبه مكركه، ما فيش الكلام دوت. البي اس 4 بيحدد لك جرافيك معين، ما تقدرش ان انت تغير في الجرافيك، عايز تزود الجرافيك عايز فيش الكلام دوت. البي اس 4 انا ما فهمش فيه، فلو عطل هضطر اروح لحد يصلحه لي، مش هقدر اصلحه بنفسي، انما البي سي اقدر اصلحه بنفسي. اعتقد كل دي اسباب كافيه. الان احبق من كده ان انا بكره اللعبه بالدراع، انا احب كيبورد وماوس وده مش متوفر في البي اس 4. اتمنى اكون ردت على كل الاسئله وشكرا جدا ليكم. بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، بس خدوا بالكم من حاجه، هتديني لايك وتعمل الاشتراك وتشير لفيديوهاتي تبقى حبيبي، واشيلك على راسي من فوق. مش هتعمل كده؟ يبقى انت اللي حكمت على نفسك يا حلو.